برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن استنصرك فنصرته، وممن دعاك فأجبته، وممن تاب إليك فرجعته يا رب العالمين. اللهم ينمي كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل ذنوبنا، واغفر همتنا، واشفِ سقيمة قلوبنا، وثبِّت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. يا رب العالمين، إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم اجعلهن عفيفات طاهرات، اللهم ارزقهن العصمة والحياة، اللهم ارزقهن العصمة والحياة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بشفاعة نبينا محمد، اللهم أكرمنا بشفاعة نبينا محمد، وأكرمنا بالسلام عليه، وأكرمنا بتقبيل يديه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيد بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا إذا وضعونا على أكتافهم، وارحمنا إذا صاروا بنا إلى قبورنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا، واشكر كسرنا، واشكر كسرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة
جميلة ونحن في صحة وافية يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى والحبيب المرتضى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.